معرض جيمرز كون جدة يرجع لكم من جديد من 13 سبتمبر إلى 15 سبتمبر. تعالوا هناك وجربوا أفضل الألعاب. كل المعلومات راح تلقونها تحت في الديسكريبشن. هاو فيكم حلقة جديدة من أنتوشنت، وشخصيات الحلقة الماضية كانت ريو هازوكي من لعبة شينمو، وهذه أسامي الأشخاص اللي قدروا يجيبونها. والحين خلونا نبدأ. أبوه كان عضو في عصابة نينجا، وحرمه أبوه من أنه ينضم فيها لأنه ما يبي يتحول لقاتل، لكنه ملتزم بأمر أبوه ودخل العصابة عشان يوفر لزوجته وابنه حياة كريمة. ولكن عصابة ثانية هاجمت قريته وقتلوه وقتلوا زوجته وابنه. وبعدها جاء ساحر ورجع للحياة، وقال أنه راح يرجع عائلته في حال أنه وافق أن يطيع أوامره، وأمره أنه يدخل في مسابقة قتال. ولكن اكتشف في الأخير أن الساحر هو اللي ذبحه وذبح عائلته وعصابته القديمة. ها، عرفت من هو الشخصية؟ إذا عرفتوها كالعادة اكتبوا تحت اسمه بالتعليقات، وحنا إن شاء الله بنحط اسمكم في الحلقة الجاية. يعطيك العافية، متابعة، مع السلامة.